كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. لن يطول الضلال والضليل، لا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد. يقول التاريخ إن الدولة الفارسية برغم أنها هزمت في القادسية إلا أن عاصمتها بقيت تقاوم مقاومة عنيدة حتى خشي على بقاء الإسلام هناك. نعم، فالهزائم المتتالية التي ألحقها المسلمون بالفرس بعد القادسية خاصة أثارت حفيظتهم، وكتب كسرى إلى أهل الجبال من الباب إلى سجستان فخراسان أن يتحركوا للقاء المسلمين، وواعدهم جميعا في نهاوند سنة 21 للهجرة، وقد تحشد من الفرس 150 ألف مقاتل بقيادة الفيرزان. فكيف تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيال هذا التهديد الجديد؟ بعد معركة نهاوند سأل عمر: من قتل؟ فقيل: فلان وفلان وفلان، وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال عمر وهو يبكي: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد وتفرس في الصفوف ليختار قائدا من المصلين يبعث به إلى فارس، فنظر فإذا النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه يصلي، فذهب إليه وقال له: يا نعمان، أريد أن أستعملك في عمل. فقال له النعمان: إن كان جابيا فلا، أي إن كنت تريد أن تبعثني لأجيء بمال فلا. فقال له: بل أبعثك غازيا لتقود جبهة المسلمين في فارس. فقال النعمان: نعم. وذهب النعمان ليقود المعركة الحاسمة في فارس، المعركة التي أجهزت على النفوذ الفارسي تماما وأخمدت أنفاسه إلى الأبد، وتسمى المعركة في التاريخ معركة نهاوند، ولقبت بفتح الفتوح. ومن القادسية إلى نهاوند فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. ووضع عمر خطة لتعبئة جيش المسلمين، فبعد أن عين النعمان ابن مقرن المزني قائدا عاما للجيش، جعل عمر حذيفة ابن اليمان قائدا لفرقة تعبأ من أهل الكوفة، وأبو موسى الأشعري قائدا لفرقة تعبأ من أهل البصرة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب قائدا لفرقة تعبأ من المهاجرين والأنصار. واستطاع الفاروق أن يحشد جيشا مقداره 30 ألف مقاتل ليواجه 150 ألف مقاتل من الفرس.
أي ما يقارب 5 جيش العدو. ولقد ظهرت عبقرية عمر وحنكته العسكرية في معركة نهاوند، فبينما كان هو في المدينة يشرب اللبن ويأكل التمر وينام على الحصير، إلا أنه كان يخطط لهذه المعركة الحاسمة مع الإمبراطورية الفارسية. فلم يكتف الخليفة المحنك عمر بأن أمر عماله في الكوفة والبصرة والمسلمين في الجزيرة بالتحشد لقتال الفرس، لا، بل أمر قادته في الأحواز وبقايا بلاد فارس أن يمنعوا العدو من التحشد. فكلف سلمى وحرملة والأسود بن ربيعة وسواهم أن يقيموا على حدود ما بين فارس والأحواز، وأن يمنعوا الفرس من الانضمام إلى الجيش المتحشد في نهاوند. وهكذا فقد أقام هؤلاء القادة في تخوم أصبهان وفارس وقطعوا الإمداد عن نهاوند. وتحرك جيش الإسلام بقيادة النعمان بن مقرن إلى نهاوند، فوجدوا حصونا محصنة قوية حولها خندق عميق، وأمام الخندق حسك شائك لكي تعيق تقدم المهاجمين وتؤذي خيالتهم وفرسانهم. فاجتمع أمراء الجيش بالقائد النعمان رضي الله عنه، وقرروا إرسال طليعة من الجيش تستفز الفرس، فإذا ما غضبوا خرجوا من حصونهم، وعندها يظهر المسلمون الانهزام أمام الفرس فيلحقونهم ظنا منهم أنهم قد انهزموا. فإذا ابتعدوا عن حصونهم يكر المسلمون عليهم ويقاتلونهم. هذه كانت الخطة وطبقت، فتظاهر المسلمون بالهزيمة والهرب حتى وصلوا إلى بقية الجيش، فانسحب الجيش كله متظاهرا بالهزيمة والهرب. ففرح الفرس وخرجوا من حصونهم ومن خنادقهم وأخذوا في محاولة اللحاق بالمسلمين. وهنا استعد المسلمون لقتالهم، وفعلا بعد الزوال صلى المسلمون صلاة الظهر، ثم كبر القائد إيذانا بالكر على العدو وقال: اسمعوا للدعاء، الآن يستعد للهجوم. وقبل الهجوم دعا هذا الدعاء وقال: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم. بماذا؟ بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل يذل به الكفار. ثم بقيت الدعاء: ثم يا رب اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة. الله أكبر. ثم قال لجيشه: أمنوا رحمكم الله. قال جبير: فأمن الجميع وبكينا. يؤمنون على شهادة القائد، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأشجار. أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. وبعدها انقض المسلمون على الفرس وتصافحت السيوف. يقول الراوي: فوالله ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهلي حتى يقتل أو يظفر. نعم، حمل المسلمون الفرس حملة واحدة، وثبت الفرس في أول أمرهم، فما كان يسمع إلا وقع الحديد على الحديد، حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة. حقيقة لقد تأملت في معركة نهاوند واستغربت. يقول المؤرخون: إن معركة نهاوند بلغ من ضراوتها وكثرة ما سفك فيها من دم أن الخيل كانت تنزلق على الصخر من كثرة الدماء المسفوكة. فلما رأى الفرس صبر المسلمين انهزموا، فجعل يقع الواحد فيقع عليه 7 بعضهم على بعض فيقتلون جميعا، ولاذ المشركون بالفرار ليتحصنوا بحصونهم، إلا أن وقعوا في خنادقهم وفي الحسك الشائك. واستمر المسلمون يطاردونهم ويعملون سيوفهم في ظهورهم وقفيتهم، حتى سقط من الفرس ألوف في الخندق. فقال النعمان رضي الله عنه: قدموا اللواء قدموا اللواء، فجعلنا نقدم اللواء ونقتلهم.
ونهزمهم. فلما رأى النعمان أن الله قد استجاب له ورأى الفتح جاءته نشابة فأصابت خاصرته. يقول أخوه معقل يقول: فأتيت النعمان وبه رمق، فأتيته بماء فصببت على وجهه أغسل عنه التراب، فقال: من ذا؟ وهو يعالج سكرات الموت، فيقول: أخوك معقل. معقل قال: ما فعل الناس؟ قلت: فتح الله علينا. فقال النعمان: الحمد لله، اكتبوا إلى عمر بذلك. وفاضت نفسه رضي الله، وكان أول شهيد في معركة نهاوند، القائد نفسه. سبحان الله، حمد الله ثم مات. انظروا إلى الرجل القائد، إلى خريج المساجد، إلى الراكع الساجد، إلى الرجل الذي أبى أن يذهب في منصب ينتظر أن يغنم منه شيئا، بل اشترط على الخليفة عمر أول ما حدثه ألا يذهب في منصب من هذه المناصب، كما يطلع أناس كثيرون أن يعودوا إلى بلدهم ليجنوا ثمرة النصر الذي أحرزوه. تلتف حولهم الجماهير يصفقون ويهتفون ويهنئونهم، يضعون الألقاب وراء أسمائهم. النعمان احتقر كل هذا، النعمان احتقر كل هذا. النعمان طلب النصر لأهل الإسلام والشهادة للنعمان. واستطاع القعقاع أن يطارد قائد الفرس الفرزان، فلحقه وقضى عليه. ودخل المسلمون بعد هذه المعركة إلى نهاوند ثم همذان، ثم انطلقوا بعد ذلك يستكملون فتح ما تبقى من بلاد فارس دون مقاومة تذكر. ولم يكن للفرس بعد نهاوند اجتماع، وملك المسلمون بلادهم، وذلك ولذلك سميت معركة نهاوند بفتح الفتوح. يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه. أما في المدينة المنورة فقد كان عمر رضي الله عنه يستنصر للنعمان ويدعو له، فجاءه الكتاب من ميدان نهاوند مع رجل من المسلمين، فلما أتاه قال له: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأهله وأذل به الكفر وأهله. قال عمر: الحمد لله. ثم قال: النعمان بعثك؟ قال الرجل: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. فوضع عمر يده على وجهه يبكي وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: ومن قتل أيضا؟ قال: فلان وفلان وفلان. ومن؟ قال: وآخرون يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال عمر وهو يبكي: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم. الله أكبر، ما أبلغها من كلمة. الله يعرف الذين قتلوا من أجله وبسببه لينشروا راية لا إله إلا الله، يعرفهم يوم يجمع الأولين والآخرين. انطلقوا يهللون ويكبرون، يعلون لا إله إلا الله في المعمورة. فمات بعض الصحابة في طاشقند، وبعضهم في القادسية، وبعضهم في اليرموك، وبعضهم في نهاوند، ودفن آخرون على أبواب القسطنطينية، وماتوا على مشارف أسبانيا وفي ربا نهر الجانج. كثير من هؤلاء لا نعرفهم، لكن عمر يقول: لكن الله يعرفهم، لكن الله يعرفهم. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه،
يوم حكى إقدامه يوم رأى إلهامه هذا عمر هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من هول الخبر هذا عمر.